هاي احنا نترك اخر 5 دقائق اللي عنده سؤال استفسار بخص المادة، بخص مواعيد، ساعات مكتبية، اي اشي بدك اياه بكون اخر 5 minutes. طبعا رح ناخذ حضور وغياب في نص المحاضرة، فانتبهوا شباب وصبايا، الله يرضى عليكم على الحضور والغياب. هلا لما نبلش باذن الله نحكي عن مين؟ عن اللي هو التشابتر، اللي كان التشابتر بيحكي عن الماتر، بيحكي عن الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية، وكل شيء هذا بالتشابتر رقم 1. طبعا ان شاء الله راح نخلصه، مجرد ما نخلصه راح احتمال كثير كبير نعمل فيه كويز. هذا الكويز بيساعدك على ايش؟ على انك تتمكن تشوف طبيعه الاسئله كيف تيجي على تشابتر رقم 1. هلا وصلنا لعند الفيزيكال بروبرتي والكيميكال بروبرتي، هيك اذكر صح ولا لا؟ صحيح دكتور، حكينا عنهم كلهم. يس. بسرعه هيك مراجعه سريعه، طبعا انا بدي ادخل على المحاضره وانبهك، فيزيكال راح تنذكر كثير، فيزيائي راح كلمه فيزيائي اول شيء حكينا فيزيكال ستيت، حاله فيزيائيه، ومش تتلخبط الطالب الامتحان لما تيجي كلمه فيزيكال بتلخبط بفكر انها فيزيكال ستيت يعني ما حالات الماده اللي هو صلبه سائله غازيه. لا، في عندي فيزيكال ستيت، في عندي فيزيكال ميثود حكيناها طرق فيزيائيه اللي هي بفصل فيها المكسشر وبرجعها الى البيور سبستانس، في عندي فيزيكال بروبرتي اللي هي خاصيه فيزيائيه، وفي عندي كمان راح اذكر فيزيكال تشينج تغير فيزيائي. هلا اخر نقطه وصلناها فيزيكال بروبرتي، انا عندي خاصيه فيزيائيه، يعني الماده بعد ما حكمنا على الستيت وحالتها جيت انا هلا بدي احكي عن صفاتها، يعني الماده اللي بين ايدي شو صفاتها؟ بعد ما حكيت انها فرضا صلبه اور ليكويد، ببلش احكي فرضا لونها اسود، لونها يلو، هاي صفات. وجيت حكيت لك هاي الصفات الفيزيائيه اللي لها دخل بالشكل والشيب والابيرنس وهي القصص، هذا الفيزيكال بروبرتي تنقسم الى تو تايبس، ذا فيرست وان از اكستنسيف اند ذا سكند وان از انتنسيف بروبرتي، يعني خاصيه ثابته، اكستنسيف متغيره. هلا الديفرنس بتوين البناتهم، الفرق شو هو الاساسي؟ انه الاكستنسيف المتغيره انها شو مالها؟ تتغير مع تغير الكميه، يعني في خصائص مثل الحجم، مثل الكتله، هاي خاصيه فيزيائيه، الطول، الطاقه، الكميه اللي بين ايديك اذا تغيرت راح يتغير الكتله، يعني اخذت ورقه فرضا تفاحه صغيره لها كتله، اخذت تفاحه كميتها اكبر، تفاحه كبيره كميه، امام كميه، بتزيد الكتله، بتزيد الحجم، بتغير اللينث، الانرجي وشرحناها. هلا الخصائص الانتنسيف هاي بتكون مجدوله في جدول في كتب، بتكون مثلا الايثانول مثلا له بويلينج بوينت خاصه فيه، درجه غليان خاصه فيه، بيور ووتر لها درجه غليان خاصه فيها، الايس له ميلتينج بوينت يعني درجه انصهار خاص فيه، الحديد درجه انصهار خاص فيه، هدول ثابتات. ان شاء الله اخذت كاسه مي، طشط مي، جلن مي، اي شيء الميلتينج بوينت للبيور ووتر ثابته، لون الماء ثابت ما بتغير، حاله الماده ثابته ما بتتغير. مش تقولي حاله الماده ما هو بتتغير مره صلبه مره سائل، لا انا بحكي الماده في الطبيعه طبعا بيكونوا كاتبين لك فرضا الاو2 بين قوسين جاز يعني حالته الغازيه، خلص كل واحد بيعرف الاو2 موجود في الغاز، ما الي دخل لما اغير الشروط واضغط وابرده، لا في الطبيعه. وانهيناها بالكثافه، كتبت لك اياها بالسلايد تحت الانتنسيف بروبرتي. بيجي طالب يقول لي ليه؟ طب ما هي ماس اكستنسيف، فوليوم اكستنسيف، واي دنسيتي از ان انتنسيف بروبرتي؟ ليه؟ لانه يا شباب يا صبايا في القوانين اي اكستنسيف على اكستنسيف بصفي ماده ثابت، لانه اذا بتزيد قال زميلكم اذا بزيد الحجم بتزيد الكتله يعني طرد مع بعض، وبالتالي لما يزدادوا مع بعض طبعا الزياده رح تكون ثابته، هذا الثابت او الحاله الخاصه القسمه تعطيني ما يسمى بالدنسيتي الكثافه. والكثافه شباب وصبايا مهمه جدا وبيجي عليها اسئله، باجي بقول لك فايند ذا دنسيتي اوف، اوجد كثافه ماده معينه. طيب هلا قانون الكثافه هو عباره عن حاصل قسمه طرفين، مين هم؟
أنا أنت بالعربي شو كنت تحكي؟ الكتلة والحجم. الكتلة على الحجم. يس كتلة على الحجم. In English mass. mass على volume. yes mass على volume. yes هذا القانون بدي أحفظه بدي أعرفه. هلا هذا القانون بتنسأل ممكن أسألك بقول لك one of the following is an example of intensive property وأجيب لك على سبيل المثال mass volume length density. فمعناته أول إشي بنركز فيه بموضوع الكثافة هو من الخصائص للبروبرتي الفيزيكال الانتنسيف الثابتة. بيجي طالب يقول لي ليه؟ باجي بقول له طب على سبيل المثال كثافة الماء تساوي شو تساوي كثافة الماء؟ تقريبا approximately equals one. واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب. Yes, one gram per سنتيمتر مكعب. طيب ماشي كيوبيك سنتيمتر. طب أجي أحكي طب بال لو أجيب لك فرضا طشة مي 1000 جرام من الماء شو كثافته؟ 1 جرام نفس الإشي. نفس الإشي. لو أخذ عيرة ماء pure water من أي مكان بتقولي تقريبا approximately 1 جرام per سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر سنتيمتر مكعب. يعني معناته حتى الذهب حتى الغازات. إذا معناته لو بأخذ من الغازات 5 جرامات أخذ 100 جرام أخذ 1000 جرام أخذ طن الكثافة واحدة. لأنه أنت لما بتقيس الكثافة بتقول الكتلة بتروح بتقيس حجمها تقسم الكتلة على الحجم تطلع قيمة ثابتة. إذا تغير الكتلة تتغير الحجم. فإذا density intensive قانونها mass over volume. مش دائما بعطيك الفوليوم رقم عادي ثابت ممكن أجي أعطيك أبعاد فبيصير عندك بدي أضرب عصفورين بحجر توجد الحجم. بدي أشوفك كيف to find the volume توجد الحجم ثم تطبق زي ما رح ناخد أمثلة. إذا الدنسيتي equals mass على الفوليوم. طبعا شباب وصبايا السلايد اللي قبله اللي قرأ اللي شرحته المحاضرة الماضية الخصائص الفيزيائية تعتمد على في عندها نوعين extensive intensive وكل الشرح تم يعني حكيت عنه أمثلة color كل هاي قصص بس أنا لخصت لك إياها. طبعا إذا اتفقنا الدنسيتي الدنسيتي شباب وصبايا وهي رح أرد أذكرها خليها كمان شوي بحكي عنها اللي هي في عندنا وحدة يونت هاي خليها شو وحدة الكثافة زميلكو قال جرام لكل سنتيمتر مكعب يس بس أوقات بكتبوا لي إياها بالكيلو جرام لكل متر مكعب ليه أوقات في المختبر جرام لكل مل هذا كله رح نتعرف عليه هاي كلها وحدة كلها وحدة وحدة حجم وحدة حجم بس إيش اليونت كبرت صغرت هذا بشرح لك إياه. طيب هذا راح أشرح لك إياه بالضبط هاي كلها الوحد راح نشرحها راح تيجينا. إذا معناته الكثافة جدا مهمة لأنه يا شباب ويا صبايا كل مادة إذا ما دام إشي حطيناه في جدول بتكون البروبرتي انتنسيف أور إكستنسيف. يعني لما أجيب لك جدول في الكتاب تفتح على جوجل ويكيبيديا أطلب مثلا مادة ولقيت حاطط لك إياه بجدول تعرف هاي الخاصية intensive ولا extensive ولا لسه مش حافظين يعني intensive والextensive. intensive كده ثابتة ثابتة مجرد ما نعطيك إياه في جدول. يعني لو تفتح أي كتاب بالبيو بالهندسة بأي تخصص وبتلاقي في جدول بيعطيك فرضا viscosity لزوجة بيعطيك فرضا dipole moment اللي هي قطبية أي إشي بيكون في جدول معناته هاي ثابتة شباب وصبايا. هلأ هاي density بقول لك قديش مهمة إن لو باخد أي مادة بعرف إنه for example the mercury the density for the mercury mercury يعني إيش يعني mercury الزئبق yes الزئبق HG رمز رح ناخده إن شاء الله. ميركوري الزئبق يس إكسلن كثافته 13.6. طب برأيك أنا بدي أسأل سؤالك خارجي كل ما زادت الكثافة معناته مادتك بأي حالة من أي نوع يعني في عندك فيليز لا يعني بتبلش سائلة غازية يس بس في سائلة فلزات غالبا الفلزات من صفاتها الخاصة فيها هاي دينسيتي كثافة عالية كثافة الفلزات عالية فهمتوا علي؟ عشان هيك كمان الفلزات بتغوص في الماء.
أما الكثافة، الكثافة المنخفضة يعني أقل كثافة بتكون للحالة في المادة في الحالة الغازية. في السائل تقريبا واحد، طبعا في ما عدا طبعا الزئبق، الزئبق هو الفلز الوحيد موجود في حال السائل اللي فيه له خصائص طبعا بنحكي فيها بعدين. أوكي، طبعا غالبا الغازات بتكون أرقامها جدا منخفضة بالأعشار، جزء من عشر. مش حفظ، هذا كتاب مش حفظ، بس هو بدي يفرجيك إنه كيف الكثافة. طبعا الكثافة أرقام وجدولة، هاي الأرقام بتدل. طب لو حكيت لك فرضا أنا عندي كثافة الحديد 7.9 مثلا، عندي 5 جرام من الحديد كثافتهم 7.9، 24 جرام من الحديد قديش كثافته؟ نفس الاشي، نفسها 7.9. هاي اخطاء، هاي اسئله يا شباب، هي اسئله تيجي من امتحانات الجي ار اي، امتحانات المستوى. هاي امتحانات بيسالوك اياها، بيشوفوا الطالب معلوماته العامه، فعشان الطالب يصير يضيع وقته ويحل، هذا بيجيبوا لك الاسئله السريعه. لما اجي احكي لك فرضا بجيبوها سواء بالامتحانات باللغه العربيه او انجلش، يعني جي ار اي امتحانات المستوى، دخولك لامريكا امتحانات قبول، بس يسالوا لك، بيشوفوا معلومات عامه، بقول لك فرضا انا عندي قطعه من الذهب من الحديد كثافتها 7.5 جرام من الحديد كثافتها 7.9. كثافة the density of for example 24 gram of iron equals A، بجيب لك أرقام. بيجي الطالب بقعد يضيع طول الامتحان ويحل وبينسى إنه the density for one type، نوع معين or specific type of matter، المادة معينة الكثافة ثابتة لا تتغير. هاي معلومة دائما حطها في بالك، تحتاجها بعدين، ممكن يعني تصادفك في أي مكان. الكثافة ثابتة أو يعطيك ويلف ويدور للمادة المعينة، كثافتها ما تتغير. نأخذ إكزامبل على حل، كيف أحل يعني إجاني سؤال على الكثافة. شوف كيف شباب وصبايا، دائما أنا بكيمياء واحد بحب أحكي للطالب كيف يقرأ السؤال، وإذا حتى بالإنجليش مش بزيادة، حتى لو بالمصطلحات الكيمياء مش بزيادة، المركبات الكيميائية مش بزيادة، أنت بكيمياء واحد مش مطالب بهيك أسئلة، مطالب تعرف تقرأ السؤال شو بده وتأخذ المعطيات اللي بتحتاجها. هذا رح أعلمك إياه بتشابتر 3. فور إكزامبل أنا بقرأ، أجاني الامتحان، بيجي الطالب يحكي لك يا بي ما طول الامتحان السؤال. أنا دائما بحكي لو بجيب لك صفحة بالسؤال من أول السلايد لآخره، اللي مطلوب منك بتشوف شو المطلوب وشو المعطيات اللي بتحتاجها لحل المطلوب. فور إكزامبل كربون تتراكلورايد، بيجي الطالب بقول خلاص مش عارف احل، ما إلك كمل. كربون تتراكلورايد معطيك density 1.53 جرام بير سنتيمتر مكعب، ما بنعطيك الرقم الا عشان تستخدمه. بقول لي هذا الكثافه ويز يزن 161.9 جرام، ويز يعني يزن كتله. كمان شوي راح احكي لك، في طلاب يجي بيقولوا لي راح نميز بين الويت والماس، انه ما بيصير نحكي طبعا الويت بتعتمد على الجاذبيه، الماس لا تعتمد. بيجي يحكي لي طب ليش بتحطي كلمه ويز، ليش ما تكتبي كلمه ماس؟ لانه بالانجلش ما في فعل من ماس، الفعل من اللي له كتله يزن وي. اوكي، عشان هيك مش تتلخبط تقول لي هاي وزن معناته الجرافيتي والجرام، لا لا، الفعل في الانجليش او بالعربي يزن معناته اقصد فيه كتله 1.161.9 جرام. حلو، هاي ما دام شفت جرامات، الجرامات لايش؟ كتله ولا حجم؟ الوزن، لا الكتله، كتله يا كتله، بحط لها كتله ماس، وهاي دنسيتي. بقول اكيد رح يسالني عن مين؟ عن الحجم. يس، وات از ذا فوليوم، هي وات از، ما هو فوليوم، بتحط عليه دويره بده الفوليوم في اوف ذا كار تتركلوريد. طبعا حتى لو انك مش عارفه هو سي سي ال 4، هو سي سي ال 4 بدنا شيء، بس بهمك دنسيتي ماس فوليوم. طبعا هذا المثال يعطى لك عشان يفرجيك إنه مش دائماً وأبداً القانون، يعني density تساوي mass على volume، دائماً المطلوب هو اللي باليسار، مش دائماً بيكون المطلوب باليسار، ممكن يعطى لك اليسار وطرف من اليمين ويطلب لك وحدة، يا بسط يا مقام. كمان مرة
دائما الطالب يفكر انه دائما رح نساله عن اليسار لما قبل المساواه، يعني مثلا بس رح تعطيني شو الدنسيتي، لا ممكن اعطيك الدنسيتي اعطيك واحده من هذول وانت توجد الطرف المجهول. فاكتب القانون density تساوي mass over volume، هيك بعمل بالامتحان. اوكي بكتب طوالي density تساوي mass على volume، بقول شو عندي الدنسيتي موجودة الماس موجودة ضل الفوليوم. عشان انت توصل هذا القانون تكتب دي بتضرب ضرب تبادلي، دي هيك ضرب تبادلي، دي في في تساوي ام في هاي واحد تضرب ضرب تبادلي. معلش انا في طلاب ممتازين بس في طلاب لسه ام في واحد، يعني صار قانونك دي في تساوي ام. هو مين بده؟ بده الفوليوم على بقسم على الكتاب. يس بدي اخلص من الجنب الفوليوم، بدي اخليها لحالها على طرف، بقسم على الدنسيتي على الدي وبقسم على الدي وصف قانوني. هذا كله رح نشتغل عليه كمان شوي. V تساوي M على D mass over density. وأصلا لما أحط mass over density رح تشوف شو رح يصير معي. بكتب لازم الوحدة تكون طبعا موحدة، يعني ما بيصير جرام وهي تكون بالكيلوغرام أو هاي جرام وهي كيلوغرام، رح أشرح لك إياه لاحقا. فالفوليوم تساوي بحط مين بده الماس 161.9 مقسوم على الكثافة، بأخذ الرقم وبيطلع معي على الكالكوليتر 161.9 على 1.53 بيطلع معي الفوليوم 105.82 سنتيمتر مكعب. ليه؟ جرام بتروح مع الجرام، هاي بالمقام، مقام المقام بتطلع بسط، بيصير عندك وحدة سنتيمتر مكعب، لأنه هاي عبارة عن هيك جرام على جرام، شوفوا هاي مقام على سنتيمتر هاي، فهاي صارت مقام مقام مقام. طب المقام شو بيصير بالرياضيات؟ مقام المقام بس نقلبها يس أقلوبها يس بس بطلع بس يس. هاي the first example. A second example عم بحكي لي عن، بقول لي a piece. هلا ما زي ما اتفقنا بنقرأ السؤال بشوف شو المعطيات حتى لو مش عارف أي كلمات. A piece of platinum metal with a density أنا هذا كل الحكي مثلا بدي أفرض إني ولا عم سمعت فيه، بس شو سمعت؟ بمين؟ بالدنسيتي. حتى لو نسيتها طلع الوحدة، مين الوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب؟ كتلة على كتلة density. بحط هاي المعطيات. Has a volume، ايش عنده؟ حجم. الحجم اعطينا الحجم، اعطاني حجم اكيد. مين يعني بتسال عن الكتله؟ عن الكتله بس. عن الكتله فبكتب القانون نفس الشيء، تساوي ماس على فوليوم، بقلب الاطراف بيطلع عندي بده هو الماس، الماس بهاي الحجم. ايوه شوفوا كيف سهل. ام تساوي هذول حاصل مدام بسط مع مقام بتضربوا مع بعض، دي ضرب الفوليوم، هذا كله رح نتعلمه بعدين. دي في فوليوم وبكتب الكثافة، بكتب الفوليوم طبعا بتروح سنتيمتر مكعب مع سنتيمتر مكعب، إن هاي بضل عندي مين؟ الجرام. هذا رح أشرح لك إياه. هاي شكلها، راحت هاي محل صفة عندي اللي هو 21.5 جرام، هي كتلة هو قطعة بيس، يعني قطعة من فلز البلاتينوم بلاتين. هلا شباب وصبايا ممكن يجيك سؤال، مش هيك ممكن اجيب لك سؤال اعطيك فرضا طول، اعطيك مثلا مكعب واعطيك طول طلع من المكعب اوكي، واقول لك طول طلع فرضا 2 سنتيمتر مكعب، واقول لك الكثافة فرضا عبارة عن 1.53، شو الكتلة؟ بيجي طالب يقول لي طب انت ما اعطيتينيش الحجم، اعطيتيني بس طول ضلع، سوري يعني مش سنتيمتر مكعب، هي سنتيمتر، قول انت ما اعطيتيني الحجم. 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر بالضبط، طلع حجم، طلع حجمها طول. طول ضرب عرض ضرب ارتفاع، هذا بدي اشرح لك اياك بعدين. طول ضرب عرض ضرب ارتفاع بيطلع عندي، ممكن اعطيك قطعة مكعب من الحديد
كثافته فرضا قلت قديش كان كثافة الحديد الايرون كثافته 7.9 اعطيتك هاي القطعه طول ضلعها 2 سنتيمتر ما هو ما ايش قديش كتلتها طوال الكثافه معك طول مدى حكيت مكعب معناته اضلاعه متساويه بتطلع حجمه طول ضرب عرض ضرب ارتفاع 2 ضرب 2 ضرب 2 وبيطلع معك طبعا اللي هو 8 بيكون عندك الكثافه موجود الحجم موجود بطلع الكتله تمام عشان هيك دائما شباب صبايا الاسئله بتشوف انت شو الفكره وممكن تستعين باكثر من افكار يعني ما تكون تفكيرك محدود لا وسع دائما التفكير دائما بحكي للطالب خلي خيالك يعني وسع تفكيرك طيب يلا هلا حكينا عن الفيزيكال بروبرتي رح دخلنا بالدنسيتي هلا في قلنا ايش فيزيكال ستيت فيزيكال ميثود فيزيكال بروبرتي في عندي فيزيكال تشينج تغير فيزيائي هلا باجي بحكي لك شو تعريف التغير الفيزيائي أو one of the following is a correct statement يعني جملة صحيحة تخص الphysical change one of the following is an incorrect statement جملة غير صحيحة معناته لازم أعرف شو يعني تغير فيزيائي تغير فيزيائي إنه هو عبارة عن التغير الذي يصاحبه فقط التغير في المظهر appearance مظهر هيك قلت لك يا بالامتحان appearance فمهم اعرف شو كلمه appearance يعني مظهر لما اظهرك باجي بحكي لك اهتم ب your appearance اهتم بمظهرك المظهر المظهر بالشكل بالطول بالابعاد بالحاله هاي لها دخل فقط بالشكل ما لها دخل بروابط كيميائيه ما لها دخل مثلا الشمعه لما تنصهر ما تحولت كانت شمعه صارت حديد ضلت شمعه بس شكلها بط من كان عمود صار يعني ما له شكل ما له يعني شكل محدد اذا التغير الذي يكون مصاحب للمظهر without يعني بدون ما بيصير تغير وين في الكومبوزيشن في التكوين يس كومبوزيشن يعني مكوناتها يعني المي لما الثلج تنصهر بتصير سائله هل كانت مي صارت مثلا كانت H2O صارت ايثانول لما انصهرت كانت عندي مكعب لا طب لا فالكومبوزيشن هو فقط شكله مظهره اذا مين هي التغيرات الفيزيائيه اللي بنشوفها بحياتنا اليوميه امثله عليها اللي هم المشهورات مين هم the first one is شرحناه ببدايه الفصل melting يعني انصهار وعك شو حكينا على الذوبان كلمه عاميه الذوبان يعني عباره عن dissolving كلمه ذوبان dissolving dissolve يذو dissolving ذوبان melting انصهار احنا ذوبان بالعامي freezing تجمد vaporization تبخر من vapor لما يجيني بالامتحان vaporization من كلمه vapor vapor يعني بخار vaporization the process of اللي هو التغير the change of liquid to gas vaporization والcondensation وهي تكاثف تكاثف condensation تكاثف هاي العمليات جدا مهمة لك تعرفها ممكن يجيك سؤال one of the following is an example of a physical change لتغير فيزيائي فلازم تكون عارفهم عشان إذا أجتك تعرف هاي بما يخص طبعا شباب الفيزيكال فيزيكال 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 طب والكيميكال حكينا على الكيميكال بروبرتيز الخصائص الكيميائيه ذاكرين فلامابيليتي رياكتيفيتي ذاكرينها شو هاي دكتوره قابله للاشتعال لها دخل وين هل لها دخل بالكميه ذاكرين لا ما لها دخل هاي كيميكال بروبرتي خصائص كيميائيه إلها دخل بالروابط الرابطة الكيميائية هي اللي بتخلي لي فرضاً فلاني عبارة عن قابل الاشتعال مادة غير قابل الاشتعال هاي عندها H تقدر تعمل حمض تعطي H هاي فيها OH ممكن تعطي قاعدة هاي قابل هذا الحكي هاي كيميكال بروبرتي اللي حكيناها مرة المحاضرة الماضية هلأ طيب قلت لك عن فيزيكال تشينج تغير فيزيائي بتغير المظهر
طب لما احكي لك اي شيء يا شباب وصبايا، كيميائي كيميائي كيميائي، له دخل جوا المركب، له دخل بالروابط، له دخل شيء كيمياء. فهذا لما احكي كيميكال تشينج، هل فقط تغير مظهره ولا مظهر التركيب وحالته الكيميائيه؟ يس، الكيميائيه، حالته، التركيبه، الكومبوزيشن. اذا معناته نتجت عندي ماده جديده تختلف اختلاف تام عن الماده الاصل. يعني فرضا الشمعه لما انصهرت ضل الشمع، رجعها بالقالب بترجع زي ما هي. اما التغيرات الكيميائيه هي التغيرات التي a new form of matter. طب شوف كيف ماده جديده، شكل جديد من الماده، يعني كومبوزيشن جديد، ماده جديده is formed، تتشكل. هناك ما تشكلت بالفيزيكال تشينج، بالكيميكال يس. فاي مثال يعطى لك معناته طوالي براسك بصير تفكر نتجت ماده جديده or not، بقدر ارجعها or not. هاي بسميها كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي نتج منه ماده جديده، ماتر، نيو ماتر. معناته شوف شو بصير عندي امثله، هيك بجيب لك امثله. one of the following is an example of a chemical change. اوكي، واحده من الاتي ليست مثال على تغير كيميائي. معناته لازم اعرف شو عندي امثله، بحطها في بالي بشوف هل نتجت نيو فورم اوف ماتر اور نوت، نتج عندي ماده جديده ولا لا. ناخذ سبيل المثال ايرون راستنج. شو يعني ايرون؟ صدى الحديد. الحديد راستنج، بس تيجي الطالب بيجيب الامتحان بقعد يسالنا شو يعني راست. هلا الراستنج هي اللي هو بسميه تصدق الحديد، يعني صدأ الحديد، الرست، رست صدأ. ايرون راستنج عمليه صدأ الحديد. انا عندي حديد صدأ بفعل المويستشر، الرطوبه، وبفعل الهواء، الاكسجين. شو هو صدى الحديد؟ شو كان حديد ايرون اف اي، صار الصدى. الصدى شو هو؟ هل هو ايرون؟ هو لا، ايش تغير في التركيب؟ لا مركب جديد اف اي 2 او 3، تفاعل الايرون مع اكسجين، وجود الرطوبه، صار عندي اف اي 2 او 3. هذا الحكي شو لونه؟ بيختلف عن الحديد، بيختلف بالقوه، بيختلف بكل شيء. تقدر الصدى ترجعه لحديد؟ لا ماده جديده نتجت، مش بس تغير شكله وتغيرت تركيبته. طيب wood burning، شو معنى wood؟ خشب. 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 burning احتراق. يس احتراق. طبعا اللي هو احنا combustion احتراق، burning انه بحرقه، عم بحرق بالخشب. combustion ممكن تيجي كلمه combustion احتراق. فعمليه لما الخشب يحترق هل تقدر ترجعه؟ هل الخشب، هل قدرت ترجعه ولا تغير مش بس الابيرنس والمادة، بصير كربون، فقط كربون، هل تقدر ترجعه؟ لا لا ما بقدر. اوكي وود بيرنينج، ممكن اجي احكي فرضا ممكن احكي لك فود دايجستشن، بس الفود دايجستشن مش بقصد فيه اني اهضمها، هذا فقط تقطيع، لا، عمليه الدايجستشن اللي بتكون في النيور، النيور ستومك، في معدتك، هل هي تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي؟ بدي أهضم الطعام، هل مثلا نزل تغير كيميائي؟ كيميائي. إذا إذا فيزيائي ممكن تقطعها، ممكن بهيك كان يحكوا لك، ممكن إذا كان ميكانيكال. هلا إذا كان كيميائي بالمعدة معناته تغير كل تركيبتها، البروتينات كلها بتتغير. أوكي؟ نيو فورم بتشكل عندك من المادة. هذا بما يخص شباب وصبايا اللي هو موضوع الكيميكال والفيزيكال بروبرتي، وكمان التشينجز اللي هي التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه وكيف افرق بينهم. طب لما احكي لك واكس ميلتينج، واكس ميلتينج شو هو؟ احطها مثال واكس جاك ميلتينج. فيزيائي دكتوره. ليش؟ شو يعني واكس؟ شمع. شمع. يس شمع. وميلتينج هلا حكيناها اللي هو انصهار. انصهار. فواكس ميلتينج انصهار الشمع، وبالتالي عمليه تغير فيزيائي، هذا فيزيائي لانه بضل شمع، فيزيائي. انصهار الثلج ايس ميلتينج تغير فيزيائي، فيزيائي.
الماء يس عملية أي شيء فيه ميلتينج وابورايزيشن كوندنسيشن فريزينج فيزيائي. أي شيء تاني بتحس إنه تغيرت مثلا ما أجيب لك وود ممكن أجيب لك بيبر ورقة غير بيبر أقول لك شو بتقول لي تغير كيميائي الورقة لما تنحرق خلاص إيش بتصير لما تحول يس. هذا الحكي كله شباب وصبايا. طيب هلا موضوع جديد مدام حكينا physical property وتعرفنا والdensity وهاي الأمور معناته بلشت أعرف المادة أعرف شو هي صيغتها شكلها appearance تغيراتها. هلا بدي أحكي بالأرقام بدي أشوف هلا بدي أحكي جرامات بدي أحكي كيلوغرام بدي أحكي سنتيمتر مكعب بهمني إذا أقيس. إحنا بالكيمياء كل شيء بنقيس بنقيس كتلة بنقيس حجم بنقيس كثافة معناته لازم أعرف شو الوحدة اللي أنا بحتاجها للاستخدام في أثناء الميجرمنت. كلمة ميجرمنت يعني قياس من ميجر ميجر يقيس يونتس وحدة وحد القياس بدنا نتعرف شو هي الوحد اللي لازم أحتاجها واستخدمها. هل أنا لما أستخدم وحدة بدي أستخدمها على كيفي يعني في عندي قانون مثلا لازم تكون الحرارة أقيسها وأستخدمها هل دائما لازم تكون بالسلسيوس ولا تعلمت في قوانين ما بستخدم فيها السلسيوس بستخدم إشي تاني صح في قوانين كلفن في قوانين زي قانون غاز المثالي شو كان يحكي لك اوعك تستخدم الحراره بالسلسيوس انت بتقيسها بالسلسيوس بس شو شرط كونفيرت تحولها الى كلفن. طيب ليش كلفن هذا الحكي بدي احكي لك اياه. عمليه الميجرمنت القياس دائما وابدا يا شباب ويا صبايا تعطيك شغلتين. هلا الميجرمنت ممكن تعطيك نمبر رقم quantitative observation يعني مشاهدة كمية بروح بجيب الميزان باخد رقم بجيب الثرموميتر باخد رقم بس ليش بس رقم رقمه ايش لو اقول لك اغلبك شو كتلة هالتفاحات شو بتقول لي واحدة خمسة اقول لك خمسة ايش يعني خمسة ايش او خمسين خمسين ايش خمسين كيلو خمسين جرام خمسين باوند خمسين ايش. فعشان هيك مش بس نمبر رقم ويونت ووحدة لما عايز اقول لك حجمها هذا والله حجم الخزان 2 بيجي بقول لك 2 ايش بيجي بقول لك 2 متر مكعب اعطيت يونت وحدة هلا هون هذول طبعا مش مطلوب منك هذا السلايد هو بس بده يحكي لك انه اصلا الوحد طبعا في وحد عامية او وحد متعارفة يعني انا مثلا بتعامل احنا في بلادنا نتعامل بدرجة الحرارة بالسلسيوس سافر على أمريكا تقدر تحكي بالسلسيوس هم بيعرفوا هم الفهرنهايت. هلا أنا بقيس طبعا الطول الطول بنقيسه بالمتر لطول مثلا صبايا شباب واحد مثلا واحد طوله متر و85 سنتي بتروح على أمريكا بيكتب لك يا بسي الكتلة انت بتعرف فرض كتلتك ان كيلوغرام في بريطانيا بتعاملوا بالباوند هدول كتل عامية. طيب بحياتنا العامية أنا كيمياء عم بدرس كيمياء فلازم أعرف الوحد اللي بدي أستخدمهم في مسائلي أو اللي بدي أحكي فيها فمعناته لازم تتوحد الوحد يعني مستحيل أنا أروح أحل امتحان مشترك أنا وطالب بأمريكا وكل واحد يحل على كيفه بوحدته الخاصة فيه معناته في وحد بسميها International System of Units اللي هي بختصرها بالإسأل طبعا أنا مش رح أسألك هاي اختصر شو أنا مش أنت بتحنك إنجليزي بس تعرف في ما يسمى SI Unit بسألك بالامتحان The SI Unit for Mass is معناته المطالب بدي أعرف هاي الشغلات هذا كل الحكي ما بدي إياه أنت بهمك SI Unit SI unit يعني وحدة دولية يعني نظام دولي عشان واحد بالهند واحد بالصين واحد بالأردن واحد في أي مكان لما يحل امتحان GRE أو يحل امتحان أو يحل مسألة أو يشتغل على بحث الأرقام بده نعرف كلنا نقرأها فمعناته لما أجي أقول لك حللي using the SI unit انت وبالصين واي واحد بده يعرف يكون حافظهم شو هي الوحده اللي راح يستخدمها في وحده ثابته لا تتغير ايش هي بقول لك كل كميه فيزيائيه لها
طبعا وحده اس اي يونت خاصه فيها بسميها بيس اس اي يونت اساسيه وإلها رمز بدنا نحفظهم. هذا الجدول حفظ ايش هم؟ بيجي بقول لك تعال اوجد كتله فرضا فلز. لما يجيب لك كتله بدك تحله بدك تساله باي وحده بقول لك الاس اي يونت لازم اعرف ده اس اي يونت فور ماس للكتله از كيلوغرام. ممنوع احل بالجرام. اذا قال لي one of the following is the SI unit for mass a kilogram p b pound c gram d مثلا كيرات فشو بتحكي له؟ بتقول له الكيلوغرام. هاي اول جرام احفظها وحده طبعا والسيمبول لها اللي هو الكيلوغرام طبعا بنعرفها مش صعبه. اذا سالتك the SI unit for the length is الوحدة الدولية للطول معناته جميعنا نحل على وحدة متر. اوعك تحكي لي سنتيمتر تصغرها او كيلومتر. اذا بتكتب كيلومتر بنحط لك غلط. هي المتر فقط متر. انت تصغر تكبر هذا بعدين. تمام. اس اي يونت فور تايم. هلا بتلاحظوا في عنا مسائل بالفيزياء بالكينتك بسرعة التفاعل لازم نحل نكتب ابحاثنا نكون وحدتها ان سكند. لما يجيب لك اياها اذا حطيت لك اياها بالاور بالساعه تضطر تحولها لما تطبقها بالقانون في الثانيه. هذا الحكي كثير واجهته في المدرسه خصوصا بالتوجيهي انه في شيء كنت تضطر تحول الدقائق والساعات الى ثواني عشان تعرف تستخدمه في قوانين نيوتن. ذاكرين اي اخذناها بالفيزياء يس متر لكل ثانيه. يلا التمبريتشر. هلا لما اجي نحل مساله ممنوع اللي بالصين يروح يحل لي اياها بفهرنهايت وانا احلها بالسلسيوس وبالامريكا بالفهرنهايت. جميعنا لما نقول لك اس اي يونت كلكم بدكم تتحدوا تستخدموا الكلفن وراح نتعرف على الطريقه الصحيحه لتحويل السلسيوس لتو كلفن. يس إليك. وهي كمان بدي احفظهم هذول مش راح نستخدمهم بالكيمياء بس راح اسال راح احكي لك اسالك سؤال. امبير او هاي امبير اكتب لك اياها هيك كتابه. از ذا اس اي يونت فور اي ماس تمبريتشر الكتريك كرنت يعني الشحنه الكهربائيه اور لومينس انتنسيتي. طبعا اللي حافظ راح يجاوبها مين؟ الكتريك كرنت. يعني بدي افرجيك انا كيف طبيعه الاسئله بتيجي عشان افرجيك يعني ممكن هيك وممكن هيك. باجي بقول لك one of the following is the SI unit for the amount of substance. معناته أنا موجودة بالجدول مطالب إني أعرفها كمية المادة. رح نأخذها بالchapter 3 نشرحها كمية المادة. لما أحكي مادة بالكيمياء رح نحكي بلغة المولات. فالمول هي ال SI unit for the amount كمية المادة substance. The luminous intensity يعني شدة التوهج. رح وحدة بي ايش؟ كانديلا. كانديلا يس الكانديلا. هدول حفظ شباب وصبايا معي؟ تمام دكتور. معك تمام. صعبة؟ لا سهلة. انا بعرف انتو بتقولوا يلا مشي. لا انا بدي لما تشوف عشان خلص تتمكن نخفف عليك دراسه. لانه يا جماعه انا تشابتر واحد ما بخوفني ولا تشابتر اثنين. انا عندي تشابتر ثلاث بدي اخذ وقتي فيه منيح فبدي تتاسس منيح لانه تشابتر ثلاث كل الحكي راح يضطر يجينا كيف التحويلات والكونفرجن فاكتور وهي القصص. اوكي خلصنا فيزيكال خلصنا اس اي يونت. طيب بيجي طالب بيقول لي طب مش دائما انا عندي فقط كيلوغرام وماس ولينك. طب انا عندي كثافة عندي كتلة عندي حجم شو وحدته؟ ما يعني ايش استخدم وحدة؟ باجي بقول لك لا هون بالدرج يستحب مشتقة منها مشتقة يس اسمها derived unit وحد مشتقة مش وحد اساسية. في ايش اسمه base SI unit في ايش اسمه derived unit وحدة مشتقة جاي من قانون. زي مين؟ زي الاريا اللي هو الحجم المساحة speed السرعة volume حجم force قوة. هذا الحكي معناته لازم أنا الإشي اللي بدي أستخدمه يكون SI unit عشان ال SI unit تعطيني derived SI unit. بالتالي أوعك لما أقول لك المساحة
واقول لك طلع لي اياها ده وحده المساحه بالاس اي يونت ديرايف اس اي يونت، ممنوع تحطها بالسنتيمتر هون ولا هون، بدي احط متر الاس اي يونت في متر، بيطلع معي متر مربع هو الديرايف يونت فور ذا اريا للمساحه، متر تربيع مش سنتيمتر مربع. السبيد متر لكل ثانيه، السرعه اخذتوها بالمدرسه متر لكل ثانيه. طبعا مش الفورس، طبعا مش انا اسالك زي هيك، بس انت بهم تعرف يعني القوانين الاساسيه زي الدنسيتي. طب يلا تعال هون الدنسيتي، الكثافه شو تساوي؟ ماس فوليوم فوليوم. طيب شو وحده لو اقول لك ده اس اي يونت فور دنسيتي او الديرايف اس اي يونت فور دنسيتي از كيلوغرام كيلوغرام لكل متر مكعب فوليوم. وحدة ماس، شو وحدة الماس؟ قال زميلكم أحمد إيش؟ كيلوغرام. كيلوغرام. بيجي طالب بتلخبط ليش بغلط ما بعرف. طب الماس كيلوغرام، أوعك تحطها بالجرام. فوليوم متر مكعب. يس. بيجيك خيار هيك A بيجي B بيكون كاتب لك إياها جرام لكل متر مكعب، C فرضا كيلوغرام لكل سنتيمتر مكعب. معناته بدي أضرب عصفورين بحجر. انا بدي اشوفه هل عارف شو وحده البسط ووحده المقام الاس اي، بكون عارف الكيلوغرام وعارف انه متر مكعب جاي من طول ضرب عرض ضرب ارتفاع، متر ضرب متر ضرب متر، هاي هي متر تكعيب ديرايفد وهاي وحده، فالديرايفد يونت از كيلوغرام بير متر مكعب. طيب بيجي طالب يقول لي طب انا وقت بستخدم جرام لكل سنتيمتر مكعب، بقول له يس هاي وحده تتعامل معاها حسب السؤال. اما والله اذا سالك اس اي يونت بتجاوبه كيلوغرام لكل متر مكعب وانتهينا. اما شو تحل بعدين مسائل، اذا ما قال لك بالاس اي حل على كيفك، اما اذا سالك مخصوص اس اي يونت معناته هيك بيجي صيغته. طيب هلا بيجي بحكي لي طيب ماشي عرفنا، قبل شوي قلت لي كبر وصغر على كيفك، كيف بدي اكبر واصغر؟ هي مطاط الشغله، بجي بقول لك لا انتوا بتتعاملوا بما يسمى بالبريفيكسز. بريفيكسز يعني بادئة، بادئة بتكبر العدد أو بتصغره حسب حاجتك. يعني أنت شباب وصبايا لما أنتوا بتتعاملوا بسعة أو مثلا بسرعة الكمبيوتر، أنتوا أشطر مني التليفونات، كنتوا لما تصيروا تقارنوا بين بعض اللي كل ما زادت المساحة أو كذا بإيش كنتوا تحكوا؟ نحكي فرضا عندك بايت، شو كنت تحكوا أرقام كبيرة؟ يعني لما كل ما تكبروا شو كنت تحكوا؟ هي عندي بايت. ميجا بايت. ميجا بايت. غيره. شو غيره؟ جيجا بايت. جيجا. طب ليش حطيت ميجا؟ ميجا. ليش حطيت جيجا؟ شو تخبى تحته؟ شوف إحنا كانت بايت هيها. بي يعني بايت. حطيته ميجا. كابتل إم. إيش حط؟ جي. كابتل جي. جيجا. ليه؟ هاي بسميها بادئة. يعني بتكبر البايت او بتصغره، ممكن يكون حد يكتب ملي، ملي صغرته، نفس الاشي بالمتر. متر لو انا حط لك هاي المتر واجي احط لك سنتيمتر صغرت المتر صغر. هو نزل حطيت بادئه سنتي، في اوقات بكتب شو في اكبر من متر؟ كيلومتر. كيلومتر حطيت بادئه كيلومتر، معناته هاي اسمها بريفكس بادئة، تستخدم حسب حاجتك لتكبير وتصغير، بس إيش جواها؟ رقم مخبى، في جواها رقم. لما أنا أحكي متر وأحكي متر، الكيلو شو هي الكيلو؟ عبارة عن إيش؟ 10³ ألف. 10³ ألف. ليش طيب؟ هاي أنا الرقم بدل ما أضلني أكتب ألف 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 ألف، خلص كيلو. سنتي المتر مثلا واحد متر، السنتيمتر قديش؟ اللي هو 10 سالب 2. كنتوا ذاكرين الدرج؟ متذكر. متر. متر ديسيمتر، مش ديسيمتر ولا ديسيمتر. بضرب 10 واطلع بقسم 10. يس ذاكرينه؟ هذا الحكي هو نفسه، هو اللي تعلمته بصف سادس وسابع وثامن، هو نفسه. احنا بس احنا سمينا بريفكس اللي هو بادئات، لانه لما اجي احكي لك حول من كيلومتر الى متر، من كيلومتر الى سنتيمتر،
هلا بدك تعرف شو مخبى بالكيلو شو مخبى بالسنتي. هاي يا جماعة البادئات اللي هو بسميها prefixes توضع قبل الوحدة. في رقم، هذا الرقم يا جماعة هو مخبى، يعني ميجا كل ياتنا لما نحكي ميجا معناته كم؟ مليون. يس مليون، عشرة ستة، عشرة قوة ستة. طيب وين الجيجا؟ أنا مش شايف جيجا، وين الجيجا؟ فوق. أدي الجيجا لما تحكوا بتتشاطروا بتليفوناتكم بساعتها وهاي بسيطة. عشرة قوة ثلاثة دكتورة. ثلاث يس تسعة عشرة قوة يس عشر، يعني ألف مليون عشرة قوة تسعة، يعني كبير أكبر واحد الجيجا. ميجا عشرة قوة ستة. تيرا. آه في تيرا، أدي التيرا أنا مش كتير فيه. عشرة قوة أو 12 يس. ميجا مليون، كيلو ألف، هكتار اثنين عشرة مية، ديكا عشرة. هلا هاي ليش واحد؟ يعني قصده لما يكون كاتب لك فضل متر هيك قصده، يعني الواحد الوحدة لما تكبر وتصغر هيك قصده الوحدة نفسها. الدي سي تنزل سالب سالب واحد سانتي سالب. هذا كله رح اشرح لك اياه المحاضرة الجاي. ملي بيجي طالب يقول طب ماشي ليش احنا هذا الحكي كله بتعلميني اياه؟ لانه يا جماعة لما انا اجي ادرس مثلا المسافة بين الارض والقمر، اجي احكي فرضا المسافة عبارة عن 380 مليون مثلا متر، بظني اكتب الكتاب 380 مليون 380 صفر 6 صفر 380 صفر، لا خلاص شو بكتب؟ اللي هو بصير احكي بطل احكي عنها، بصير احكي بلغه الكيلو، بلغه يعني لغه تكبر الرقم الوحده. هلا انتم بتتعاملوا شباب وصبايا بالمختبر، عينه البكتيريا كتير صغير طولها، فبتيجي بتحكوا بالمتر او بالكيلو او بالميجا ما دامها صغيره كتير. وين كنتوا تاخذوا ارقام؟ على النانو. كنت تحكوا مايكرو، ذاكرين المايكرو؟ بحكي مايكروميتر. طوالي اللي بيسمع مايكروميتر بيعرف انها كبيره ولا صغيره. هلا ميجا صغيره. صغيره. صغيره معناته ايش صغير؟ هلا برضه رح ناخذ النانو نتعرف عليها. واللي كتير سمع باللغه النانو تسمعوها بالافلام النانو. هلا في علم النانو، في بالكيمياء، في برانش فرع في النانو تكنولوجي. يس نانو تكنولوجي، كثير افلام بتشوفوها بيجيبوا لك بارتيكلز، هاي البارتيكلز جدا دقيقه بحجم النانو، فالنانو معناته صغير، بيكو اصغر من النانو. ايش في كمان اصغر؟ الهيكتو اعتقد. الهيكتو البيكو هيكتو. الهيكتو 10 قوه ناقص 15. نو الهيكتو 100. لا تقرب بالهيكتو. ايه لغه هيكتو؟ على وزن هيكتو. ايش هي اللي اشتغل عليها احمد زويل؟ مين احمد زويل؟ عالم مصري، مهندس، عالم كيمياء. شو عالم كيمياء؟ شو اخذ جائزه نوبل؟ يس جائزه نوبل في الكيمياء طبعا. شو كانت على ايش موضوع؟ على الوحد. قول فقط احكي له نفس السؤال اسالهم اياه. هاي معلومه عن الذره البيكو منتر. عن يدرس، كان يدرس بالليزر، كان قدر يلاقي جهاز. طبعا شوفوا الليزر بدي انا استخدم بترددات، كل ما كان في عندي ايش ارقام بالتردد، قدر يوصل قد ما دقيق الجزيئات البارتيكلز بالكيمياء لازم اكون دقيق فتكون جدا صغيره، قدر يوصل لاشي بيسمى بالفيمتو، بلاقي جهاز ليزر بالفيمتو. الاتو الفيمتو هي ايش؟ هذا 10 قوه سالب 12 10 قوه سالب 15. وهذا الحكي اللي خلى شباب وصبايا الناقص 15 انه قدر يوصل للبوند الرابطه بين الجزيئات ويقدر يوصلها ويشتغل عليها. وهذا هو على فكره احمد زويل من قلائل اللي حصلوا على لقب استاذ في الكيمياء، استاذ الاساتذه حتى في الكيمياء رحمه الله عليه. طبعا هو في ميول سياسي، في ميول، هذا الحكي ما لنا دخل فيه، ولكن احمد زويل طبعا برع في موضوع الفيمتو اللي هو 10 قوه سالب 15 اللي اصغر من البيكو. هذا الحكي شباب وصبايا بيكون محاضرتنا بنوصلها اليوم. المحاضره طبعا اللي هو نكمل بموضوعنا، بنصير نعلمك كيف تحول هلا نط من بيكو الى مول، كيلو الى جرام، متر الى سنتيمتر، وهي القصص طبعا. ننتقل الى
كيفية كيف تقيس ونسبة الخطأ اللي بتهمك طبعاً للمحاضرات القادمة. أي حدا عنده سؤال بإمكانه يسأل هلا.